في هذه الحلقة ستسرون بمشاهدة التالي: الذكاء الاصطناعي يغزو العالم والعراقيون يستعدون له، وضيفنا علي مجيد يقرأ لنا الواقع التكنولوجي في العراق. العراق يبني كنيسة كل جهة فيها تروي حقبة زمنية مختلفة. الزوارق العشارية تراث بصراوي أصبح اليوم مقصداً سياحياً في شط العرب. من مدينة الناصرية في خمسينيات القرن الماضي إلى شخصية العام الثقافية في باريس، رحلة من الذاكرة والحاضر مع الدبلوماسي والشاعر شوقي عبد الأمير. حب الوطن يختلف من شخص للثاني. الوطن مو بس موقع جغرافي، الوطن انتماء لفكرة، لمبدأ، لشعب. الوطن ممكن يكون البيت، ممكن يكون بقعة جغرافية غير البقعة الجغرافية اللي أنت تشيل جوازها، ممكن يكون عندك أكثر من وطن، بس الأهم من هذا كله المعنى الحقيقي للمواطنة ولحب الوطن. حب الوطن مو مرتبط بالكلمات، مرتبط بالأفعال. حب الوطن مو مرتبط بالأغاني والأشعار، حب الوطن مرتبط بالأثر الإيجابي اللي نتركه في وطننا. كلنا نحب ننتمي، والانتماء مو بس شعور، الانتماء عطاء. والعراق محتاج نطيه، محتاج لكل شخص بينا يترك أثر إيجابي به، مثل كل الأشخاص بحلقتنا لليوم اللي تركوا بصمة إيجابية خلتنا نكتب هاي الحلقة ونقدم لكم إياها. بين الفن والإبداع والانتماء، خلينا نبدأ سرة من رأى. أهلا وسهلا بكم. بعالم اليوم ويتطور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير ودخوله بعدد كبير من القطاعات، لازم الكل يزيد من مخزونه المعرفي التقني والتكنولوجي. أي شخص بأي عمر يقدر يتعلم أكثر عن التكنولوجيا وعن التطور اليومي إلها. الموضوع مو مرتبط بالثقافة التقنية، الموضوع مرتبط بكل شيء نسويه يومياً. بس التكنولوجيا بحر واسع وكل يوم بيتطور يخوف، وأكيد ما رح نلحق نسوي بحث عن كل شيء جديد بهذا العام. لهذا السبب شاب عراقي اسمه علي مجيد قرر يقدم محتوى تقني عبر صفحته على السوشيال ميديا، حتى يقدر يساعد كل الناس اللي مثلي والناس اللي مو كلش تفهم بعالم التكنولوجيا بشكل أفضل وبطرق مبسطة وسهلة. خلينا نرحب به في برنامج سرة من رأي. أهلا وسهلا بك يا علي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. بالبداية، أنت تخصصك في عالم التصوير الفوتوغرافي، هذا أصلاً ما قلته بالمقدمة، وبعيد عن التكنولوجيا كتخصص، بس طبيعة شغلك تفرض عليك متابعة التطور التكنولوجي بعالم التصوير. هل كان هذا الشيء نقطة الانطلاق اللي خلتك تفكر تبدأ بعالم صناعة المحتوى التقني؟ بصراحة أنه اليوم أي شخص يدخل بمجال التصوير هو لازم يكون عنده فد خبرة معينة بموضوع التقنية، لأنه هواي مشاكل راح يواجهها. إذن ويا التطور المخيف اللي دا يصير بالذكاء الاصطناعي، دا يتواصلون وياك الناس ويطلبون على سيرة الصور، بما نحن بهذا الموضوع، ويطلبون منك المساعدة لأنه تعرضوا لنوع من الابتزاز أو التهديدات بسبب فيديوهات أو صور مفبركة باستخدام الـ AI؟ صراحة هذا السؤال حلو. قبل فترة واحد من الأصدقاء المقربين هو تعرض للتزييف اللي هو اسمه ديب فيك. أخذوا من عنده فد صور، أكثر من صورة إلى شخصيته، أكثر من كاركتر إلى، أكثر من مقطع صوت، دمجوهن إلى وركبوا له فد مقطع فيديو، وكأنما أي شخص يشوف هذا المقطع يقول إنه هذا حقيقي 100%. فصار ابتزاز عليه وصار تهديد إلى بأكثر من مرة. الحمد لله انه نحل الموضوع. بس شلون نحل الموضوع؟ يعني شلون كشفته؟ يعني شلون الواحد يقدر يبرر ويثبت ان هذا الفيديو مو هو اللي قايله، رغم انه شكله وصوته وحركاته، وصعب ان الواحد يفرق بينه وبين الحقيقه.
بصراحة إنه هو صعب صار إنه الناس كلها هذا الفيديو حقيقي، بس إنه هو صار إنه الشخص هذا صار ينشر إنه هذا مو أنا أو تنبيه أو تحذير للناس، وصار إنه ينشر مقاطع مثلًا فيديوهات ريل إنه تبين إنه هذا الشيء حقيقي وهذا الشيء مزيف، يعني شوي شوي إنه الناس يظلت تتقبل بهذا الموضوع. زين، المحتوى اللي أنت تقدمه وتساعد الناس بيه على شبكات التواصل الاجتماعي مو بس عن التكنولوجيا، صرت حتى لما تسافر تقدم محتوى متعلق بالسفر، وأحياناً محتوى ثاني متعلق بالسوشيال ميديا بشكل عام. تعتقد أن هذا التنوع ممكن يكون مضر أو مفيد كصانع محتوى؟ بصراحة هو أكو سلبيات وإيجابيات. سلبيات إذا نتعمق زيادة أنه إحنا دائماً نحكي عن شغلات مختلفة بالمحتوى راح يسوي مثلاً يقل جروث، اللي هو يقل التفاعل بين ليش؟ لأنه راح الناس تتشتت بالمحتوى. أي. بينما إذا نسوي تغيير بسيط بس ما نطلع عن خارج المألوف. حلم هواية من الشباب العربي اليوم إنهم يدخلون عالم صناعة المحتوى اللي يعني بالنسبة لهم شايفين إنه الإنفلونسر أو صانع المحتوى فلوس ده يطلع من عنده، ولهذا السبب يريدون يدخلون بهذا المجال يسبحون بالفلوس. هي هذه المعروف يعني يقول لك صيت غنى ولا صيت فقر. إيه السمعة مال الانفلونسرز هذه الأيام، ما هي الصورة الصحيحة؟ زين، هل المردود المالي من صناعة المحتوى كبير مثل ما هم مفكرين؟ أول شيء صناعة المحتوى هو ما راح يجيب هاي السهولة، فأنت لازم أن تسوي شيء تحصل مردود شيء، يعني ما حد بدأ من البداية وصارت تدخل للإعلانات وصارت لا، هذا الشيء كلش مستحيل. مثل ما يقول العافية بالتدارج. اليوم أنا من أرد أقدم محتوى أو أنا من راح أفتح حساب جديد وراح أقدم من عنده محتوى، لازم أخطط شنو المحتوى اللي أنا راح أقدمه، شنو الفكرة اللي أنا راح أقدمها. هنا من أنا سويت الفكرة وخططت وسويت إنه راح أبلش إنه أنا أريد أصنع جمهوري، إيش قد هذا الرقم اللي أنا لازم أصنعه؟ مثلاً راح أطب 100,000، من راح أطب 100,000 شنو بعد المخططات اللي أنا راح أسويه؟ شنو التعاونات اللي أنا ممكن أسويها؟ زين، لازم 100,000 يعني؟ هو مو شرط 100,000، هو الموضوع يعتمد على التأثير مالي. أكو شركات اليوم تسوي تعاونات ويا ناس عندها متابعين 50,000 25,000. ليش؟ لأنهم عندهم هذا التأثير كلش قوي. زين، أي منصة هي أهم منصة على السوشيال ميديا؟ نفترض أن الواحد يريد يبدأ. بالصراحة هسه بهذا الوقت مالتنا منصة التيك توك هي من أقوى المنصات اللي ممكن تخلي الواحد يعني من التوب. أريد أشكرك صانع المحتوى العراقي علي مجيد على كل المحتوى اللي تقدمه، إن كان السفر أو التكنولوجيا والنصائح الجميلة. نورت برنامج سر المرأة. أهلا وسهلا. قصة فسيفساء اليوم قصة كنيسة، كنيسة من كل جهة بيها تشوف حقبة زمنية مختلفة من التراث العراقي. كنيسة إبراهيم اللي موجودة بجنوب العراق قريب من معبد زقورة أور التاريخي اللي عمره أكثر من 6,000 سنة. سموها بإبراهيم الخليل بسبب قربها من موقع أثري تنوعت الروايات حوله بأنه بيت نبي الله إبراهيم عليه السلام. كنيسة نبي الله إبراهيم التي تبعد بما يقارب 1600 متر عن بيت نبي الله إبراهيم. هي مستوحاة بتصميمها من التراث العراقي، حيث إذا نظرت إلى الأمام وجدتها تشابه زقورة نبي الله إبراهيم، ومن الجنب كأنها الجنائن المعلقة، ومن السماء تضاهي بغداد المدورة، وذلك بسبب اللاندسكيب الموجود فيها. ندعو العالم كله للتعرف على حضارة العراق القديمة وإرث العراق العظيم، حتى ندعو العالم كلهم يزورون مقام النبي إبراهيم وأبو الأنبياء وأبو الأديان كلها.
تصميم كنيسة إبراهيم اللي شفناها قيد البناء بالتقرير يأكد عبر العراقيون من جديد أن التعايش سمة وطنهم. هناك في بلاد الرافدين الأخوة والوحدة والسلام يترسخون على امتداد البلاد اللي بيها هواية من التاريخ والآثار، وهالآثار اللي قدر العراق يوماً ما أنه يستعيد آلاف منهم بعد ما انسرقوا أو نهبوا. وأبرز هاي الآثار اللوحة قلقامش. اشتغلنا بهاي المهنة احنا من سنة تقريبا 1945، وظلينا نصنع الزوارق بالمنطقة العشار. احنا نمتلك هذه المهنة من يعني ابا عن جد، يعني من اخوي الكبير الثاني اللي وراه من نوباني، يعني واحد ورا الثاني ما شاء الله، يعني مستورثين. نشتغل بنقل الركاب ونقل البضائع هم قسم معدها، وقسم معدها تشتغل بالسحب. قبل كانت ماكو جسور، فكانت تشتغل مناطق تبعد يعني بعيده، اي فقسم معدها حتى توصل منطقه الفاو. هسه حاليا اقتصرت على السياحه، لانه هذا ارث بصري قديم وتوارثناه من آبائنا احنا. الخشب اللي يصنع من عنده هذا الزوار هو صاج، خشب الصاج بالدرجة الأولى، ويدخل قسم من عنده خشب الجاوي. طبعا هذا هو بلم العشاري، هذا صنع 1975. قبل ماكو سيارات يعني بكثرة، كان عبارة يسمونه، اكو عبارات، فهذا البلم العشار يعبرون من صفحة العشار لصفحة التنومة. كان هم اكو نسحب به زوارق كبار، بواخر، بنطونات، كان مال حصة اكو بنطون قطوعات نفط نسحب بها. أكثر سواح يجونا من محافظات من الدول، يجون يقول لك أنا أجي للبصرة وما صعد بزورق اللي بلم عشاري، كأنه ما جاي للبصرة، ما جاي الكورنيش الشرق العرب. تاريخنا هواية من العراقيين ساهموا في بناء وطنهم بكل النواحي، واليوم بعد مرور أكثر من قرن على تأسيس الجيش العراقي راح نتعرف على واحد منهم، وهو أشهر شخصية عسكرية عراقية، الفريق الركن المرحوم عبد الجبار شنشل، من الملكية إلى الجمهورية. قدر هذا الجنرال أن يرتقي بالجيش العراقي ويقدم هواية لهاي المؤسسة.
حاول على مدار أكثر من نصف قرن أنه يبني جسر بكلماته بين أوطانه، حاول يربط بين ثقافتين مختلفتين كلياً، اختلاف بين الشرق والغرب. حصل على وسام الفارس في الفنون والأدب كشخصية العام الثقافية في 2023 في فرنسا. هو دبلوماسي وشاعر ومفكر، هو ابن العراق، هو ابن فرنسا، هو ابن هذا العالم، هو شوقي عبد الأمير. يا أهلا وسهلا بيك، نورت برنامج سرة مرة. أهلا ومرحبا. بداية، أنت بديت مسيرتك الدبلوماسية بالعمل في السفارة اليمنية في باريس، وأسست المركز الثقافي اليمني، واليوم وصلت لأن تكرمت من وزيرة الثقافة الفرنسية بأرفع وسام فرنسي في الفنون والأدب من هذاك الوقت لليوم. أنا أريد أعرف إيش قد تغير شوقي عبد الأمير؟ أنا بالنسبة إلي ما تغيرت، إنما ولدت ولادة جديدة في فرنسا. حلو. المنفى اللي الناس يخافون منه والغربة، هذه بالنسبة إلي حكايات، يعني خلي نقول حكايات أيام زمان. لولا الغربة لم أكن الشخص الذي أمامك. وهاي 40 سنة اللي مرت هي يعني مليئة بالتعلم والصراع والكشف، اكتشاف الذات واكتشاف الآخر. هي الحياة في الواقع. صحيح. هي الحياة. زين، من غير الغربة شنو يعني إذا يحصل عراقي عربي على لقب شخصية العام الثقافية في فرنسا، وخصوصا ويا ارتفاع أصوات اليمين المتطرف هناك؟ يعني اختياري أنا كفرد، وأنا لست حزب ولم أختر لأني أنتمي إلى مؤسسة. صحيح. أو حتى لأني إلى العراق أنتمي، لا، أنا اخترت كفرد. ولكن أنا من أنا كفرد؟ أنا عراقي كفرد. أنا ابن سومر، ابن أور، ابن الناصرية، ابن بغداد، ابن كل هذا الوطن. بالنسبة لي هذا الاختيار تتويج لمسيرة 4 قرون، 4 عقود، يعني 40 عام أنا في وسط هذا التحولات والعمل داخل الثقافة شعراً ودبلوماسية معاً. أنت تشتغل كمستشار لرئيس مركز العالم العربي في باريس ومرشح لإدارته، احكي لنا أكثر عن هذا المركز وشلون تحاولون من خلاله ربط جسور التواصل والتقارب بين الشرق والغرب. إيه، هذا سؤال مهم. معهد العالم العربي أكبر مؤسسة ثقافية إعلامية عربية فرنسية، تأسست 1987. هذا المركز تجتمع فيه جميع الدول العربية هذا المعهد مع فرنسا، وهو في أرقى مكان في باريس، يعني على السين أمام نوتردام، 9 طوابق كبرى بها 250 موظف. مهمته نشر الثقافة والإعلام العربي والتعريف بالحضارة العربية والكيان الثقافي العربي في فرنسا، الدفاع عن صورة العربي في فرنسا. أنا عندي فضول، من المتعارف عليه أن الشاعر طليق اللسان ويبحر في عالم الخاص وينتقد الأخطاء بحدة لما تصير، بينما كدبلوماسي تراعي كل حرف وكلمة تقولها. إيش قد أكو صعوبة تجمع بين الشعر والدبلوماسية؟ أي سؤال. شوفي، الدبلوماسية تشذب الشعر، تفتح الشعر إلى تنطي أفق، لأن الشاعر يمشي باتجاه، يعني عنده قوقعة خاصة فيه، عنده برج خاص فيه. الدبلوماسية تجر إلى واقع الحياة، إلى واقع الواقع اليومي، إلى الأحداث التي تتغير وتتطور من دقيقة إلى دقيقة. ولكن الشاعر يشذب الدبلوماسي، ينطي قدرة على صياغة النص، على الكلام، ينطي قدرة على أن تكون لغة قادرة على الاختراق. حلو. قادرة على أن تكون أيضا مختصرة، ليست فضفاضة. اللغة الشعرية لغة ثاقبة مضيئة، لا تحتمل الثرثرة. إذا تعلمها الدبلوماسي ستكون لغة أقوى. والشاعر يتعلم من الدبلوماسي الخروج من الخندق الصغير اللي هو فيه
البرج العاجل اللي يقولوا أنه فيه، فهناك يعني تداخل، وكلاهما يشتغل في اللغة. طب الدبلوماسي يسوي راح يحارب، راح يحكي يكتب تقارير، والشاعر شو يسوي؟ أم يكتب؟ فكلاهما في يعني اللغة. واحد يكمل لكن الثاني. لغة الشاعر ليست كلغة الدبلوماسي. كنت معنا من باريس الشاعر والدبلوماسي العراقي شوقي عبد الأمير، أشكرك على هذا اللقاء الجميل، وفي سرة من رأى، وفعلا أخبار تسر كل من يشوفها. وأنا أقول لك سرة من رأىكم. شكرا لك. الدبلوماسي والشاعر العراقي الكبير شوقي عبد الأمير، اختياراته بالحياة وصلته للنجاح، ومو بس هو، كلنا نملك حرية الاختيار، وهذا بحد ذاته نعمة، نعمة تعطينا الفرصة للتغيير ونصنع قراراتنا بإيدنا. صحيح أكو صعوبات بالحياة ما نقدر نهرب من عندها، بس شلون نتعامل ويا هذه الصعوبات هي اللي تحدد مستقبلنا. دور على النور وسط الظلام، وتذكر أنه كل تحدي تمر به وراء درس من ذهب. وبسرعة من رأى أتمنى وصلت الرسالة أنك تفكر بالبديل مهما فقدت، واللي راح أكيد راح يتعوض. استمد قوتك من هذه القناعة، لأن القناعة كنز لا يفنى. وتذكروا بكل الانشغالات بالحياة اليومية أهم شيء لازم تسووه تعيشون اللحظة. إلى اللقاء.